السلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم على قناتكم لمسات سعاد. وصفة اليوم عنا تحلية سهلة وسريعة كتوجد في 5 دقائق وكتخليها حتى كتبرد، اللي هي فلون بالبسكوي. كنتمنى من الوصفة الإعجاب ديالكم. يلا نشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير. عندنا في المقادير لتر ديال الحليب، نص كأس ديال السكر، بيضة، 3 ملاعق ديال النشا معمرين، عندنا فلون عادي، فلون كراميل، فاني، و5 ديال حبات البسكوي. الا بغيتو تزيدو كثر زيدو كثر. وعندنا السكر على حسب الذوق. هنا غادي نعدلو الكراميل. كناخدو نص كأس ديال السكر حبيبات، كنوضعوه في واحد المقلاة او في كسرونة ونخليوه على النار حتى يبقى يذوب. ملي نشوفوه ولا كيذوب بهذه الطريقة هذه كنحركوه باش ما يحترقش، نقصو من النار. وحنا ما كنوقفوش من التحرك حتى كنشوفوه بهذه الطريقه هذه كيولي مرغوي، صافي كنحيدوه من على النار. كنخويوه نيشان في المول اللي غادي نوضعوا فيه الفلون. انا هنايا عملت هذا المول المثقوب من الوسط، ونحاولوا ندوزوا داك الكراميل كله في الجهات اللي ما فيهاش. هو دغيا كيبرد وكيتجمد، صافي كنخليوه على جنب. كناخذوا 2 ديال الكاسرونات، وحده كنوضعوا فيها تقريبا 60 مليلتر ديال الحليب، والاخرى كنوضعوا فيها 40 مليلتر. يعني نص لتر زايده واحد شويه في وحده. اللي فيها 60 مليلتر كنوضعوها على النار حتى يبقى يغلى داك الحليب. في هاد الاثناء كنوضعوا النشا، 3 ملاعق النشا في داك 400 مليلتر ديال الحليب. كنضيفوا السكر حيت انا نسيتو، انا عملت 3 ملاعق تقريبا. عندنا بيضة كنوضعها كاملة، ثم كنضيفو الفلون، فلون شينوا عادي، فلون كراميل، نتوما تعملوا اي نوع الفلون اللي كتبغيو او النكهة اللي كتبغيو. حق الكراميل مع البسكوي كيجي المذاق ديالو رائع. وكنزيدو فاني، كنحركو داك العناصر كلها مزيان حتى كيذوب داك الغبره ديال الفلون، ذوب مزيان في داك الحليب. في هاد الاثناء كيكون داك الحليب بدا كيبغي يغلى، غادي نصبوه فوق منه. وحنا كنحركو اكيد النار تكون مهيله باش ما يلتصقش في التحت. كنبقاو نحركو فيه بهذه الطريقه هذه. ملي نحسو به بغا يبدا يغلى كنحيدوه من النار. ثم كناخدو البسكوي كنهرسوه فوق الفلون.
كنحركو باش يهبط شي شويه. ثم كنخويو في داك المول اللي عملنا فيه الكراميل. كنحاول نضغطو على داك البسكوي يهبط من التحت. كنخليوه حتى كيبرد تماما، عاد كندخلوها للثلاجة ونخليوها واحد جوج حتى ثلاثة ديال السوايع حتى كتبرد. ملي كيبرد كنخرجوه وكنحاولوا نحيدوه من الحواف ديالو. ثم كنحركوه بهذا الشكل هذا باش كنحسو بانه ما بقاش ملتصق. كناخذوا اناء اللي غادي نقدموا فيه، ومن الافضل يكون اناء عنده الحواف لان الكراميل كيسيح من اللي كنحيدوا عليها المول. وهاد التحليه ديالنا وجدات، انا زينتها بداك الكرز. وانتوما تزينوه باش ما حبيتو، باللوز افيلي ولا بالكركاع ولا بالفواكه البنان، وتقدموه من بعد الغداء او بعد العشاء كيجي رائع ارطب مع داك البسكوي اللي كيكون فيه، كيعطي واحد المذاق جميل جدا. كنتمنى تنال الوصفة الإعجاب ديالكم وتجربوها، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، وشكرا جزيلا.